في القرآن. شوف الآية بتقول إيه؟ نعلم ولقد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اللي بيقولوا بيضايقنا طبعا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العلاج في الآية، وعلاج ضيق الصدر، علاج ضيق الرزق، علاج ضيق الحال، علاج ضيق السكن، ضيق المكان، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونكثر من التسبيح والصلاة السجود. واحد يستوي ويدعي ربنا ونسأل الله عز وجل يرفع عنا، اللهم أمين، كل قبض، وأن يبسط لنا برحمته يا رب في صدورنا أولا، في قلوبنا، في أرزاقنا، في أولادنا، اللهم أمين. يبقى لما يعاني الشخص من ضيق في نفسه، وده اللي موجود في معظم الناس دلوقتي، معرفش ده ابتلاء العصر ولا ايه، في انواع من انواع القبض، الجأ لربنا، خذ النور والعلم من عند الله سبحانه وتعالى لينور به قلبك وصدرك. فكلما دخل نور الايمان انفتح الصدر واتسع، بعد غفله وبعد عصيان وبعد ضيق وبعد انقباد، لا، تلجأ لربنا سبحانه وتعالى. أسألك من بركاتك يا رب، أسألك من اسمك الواسع يا رب، ابسط لنا يا رب، اللهم ارفع عنا كل قبض يا رب. دعائنا دايما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين